الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبة الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير والمكثف إلى حد ما موضوع الميزة النسبية والمكاسب من التبادل التجاري، أو Comparative Advantage and Gains from Trade. هذا طبعا بين دول، هو يعني يصلح للمفهوم، يعني يطبق بين جماعات أو أفراد أو بين دول، لكن سنطبقه على حالة افتراضية بين دولتين، الأردن والعراق على سبيل المثال. الآن تعتبر الميزة النسبية ما يسمى Comparative Advantage وكلفة الفرصة البديلة Opportunity Cost من أهم المفاهيم التي ترتكز عليها نظرية التجارة الدولية أو نسمى التجارة الخارجية International or Foreign Trade. لأن نفترض بأن الأردن والعراق يرغبان بالدخول في عملية تبادل تجاري بينهما. لنفترض مثال غريب شوية، الموز الأردني مقابل النفط العراقي، فكيف يقرر كل بلد منهما ميزته النسبية Comparative Advantage، أي على أي سلعة يركز كل منهما؟ فيمكننا فهم سلوك كل منهما بالتوضيح البيان الآتي. الآن لنفترض أنه على المحور الأفقي هنا كمية الموز المنتجة من قبل البلدين الآن، وهنا كمية النفط المنتجة من قبل البلدين، لكن منحنى إمكانيات الإنتاج بالنسبة لكل بلد تختلف. فالعراق على سبيل المثال هنا هو عنده نفط أكثر، هنا عنده 60 وحدة نفط، مليون أو مليار أو ألف، شو مكان 60 وحدة، الأرقام وحدات قياس لا تهمنا، بتهمنا المبدأ هلا والمفهوم. فعندي 60 وحدة نفط و20 وحدة موز. الآن إذا ركز العراق، هي منحنى إمكانيات الإنتاج للعراق، إذا ركز العراق كل طاقته على إنتاج النفط فيستطيع أن ينتج 60 وحدة من النفط، لكن إذا ركز كل طاقاته الإنتاجية على إنتاج الموز فبينتج 20 وحدة موز، لكن سيخسر كل ما يمكن إنتاجه من النفط. وهنا إذا أنتج نفط فقط سيخسر كل إمكانياته من إنتاج الموز. ما بالنسبة للأردن الآن، فإمكانيات إنتاج آتت معكوسة، أن هنا أكبر كمية يمكن إنتاجها من الموز من قبل الأردن 60 وحدة، وهنا الآن 20 وحدة أكبر كمية يمكن إنتاجها من قبل الأردن من النفط. هذا الآن منحنى إمكانيات الإنتاج بالنسبة للأردن. فلاحظوا الآن أنه إذا الأردن وجه كل طاقاته الإنتاجية نحو إنتاج الموز فيمكن أن ينتج 60 وحدة لكن صفر من النفط، وإذا وجه الإنتاج نحو إنتاج النفط فأقصى كمية يمكن إنتاج 20 وحدة لكن صفر من الموز. مقابل ذلك العراق إذا وجه كل طاقاته الإنتاجية نحو إنتاج النفط فإنه ينتج 60 وحدة، مقابل إذا وجه كل إمكانياته وجهوده نحو إنتاج الموز فينتج 20 وحدة. فبالتالي هنا الأرقام هذه مهم جدا، هذا منحنى إمكانيات الإنتاج بالنسبة للأردن، وهذا منحنى إمكانيات الإنتاج بالنسبة للعراق. الآن نحسب ما يسمى بالopportunity cost أو كلفة الفرصة البديلة. وأنا الآن كلفة الفرصة البديلة opportunity cost OC، إذا أراد العراق أن ينتج 20 وحدة من الموز فإن عليه أن يضحي ب60 وحدة من النفط. فعلا الآن هنا بالنسبة للعراق 20 سيضحي بكل ما يمكن إنتاجه من النفط، وبالتالي هنا صفر نفط 20 وحدة موز، وبالتالي opportunity cost OC تساوي الخسارة على المكسب وتساوي 60 على 20. طبعا هنا هذا الخسارة سالب، لاحظوا لأنه صفر ناقص 60، لكن نأخذ القيمة المطلقة لها، ف 60 تقسيم 20 يساوي 3. إذن كل وحدة موز إضافية بالنسبة للعراق تكلفنا 3 براميل أو 3 وحدات من النفط، وبالتالي فإن كلفة كل وحدة موز تساوي إضافيها تساوي 3 وحدات من النفط. بالنسبة للأردن فإنه إذا أراد أن ينتج 20 وحدة الآن من النفط فإن عليه أن يضحي ب60 وحدة من الموز، وبالتالي تكون كلفة الفصل البديلة الشيء ذاته لكن معكوس. الآن 60 سالب، لكن نأخذ القيمة المطلقة على 20 تساوي 3، أي كل وحدة الآن نفط تكلف الأردن عليه أن يضحي ب3 وحدات من الموز. ما الذي يمكن أن يقومين به؟ إذا الآن النفط كان من نصيب العراق بالكامل، يعني معنى آخر أن العراق تخصص بإنتاج النفط فقط ولا ينتج شيء من الموز، والأردن أنتج فقط الموز ولا ينتج شيء من النفط، فيمكن الآن أن يسعراه
أن يتفقا على السعر معين. يمكن الآن أن يعظم منفعتهما، كل واحد كل بلد بعظم منفعته ومصلحته إن هذا من خلال لو شبكنا الآن بتالي تكون يعني هنا كلفة وحدة نفط تساوي 3 كما ذكرت، لكن بنقدر نشبك الآن هاتين النقطتين نشبكهم مع بعضهم البعض لينتج الآن هذا المنحنى. هذا هو منحنى إمكانيات البلدين، إنتاج البلدين. وبالتالي لأنه هنا كل وحدة موز بتكلف 3 وحدات نفط، وهون كل وحدة نفط بتكلف 3 وحدات موز بالنسبة للأردن، إذا يمكن البلدين أن يتفقا على حل وسط، وهو أنت يا أردن تخصص بالموز وأنت يا عراق تخصص بالنفط، ويمكن الآن أن يتبادلا بالحالة هاي، يمكن أن يصل إلى هذه النقطة. هذه النقطة رائعة جدا هنا، بتقول لي أنه 30-30، يعني إذا بدلنا وحدة موز بوحدة نفط بين الأردن والعراق والعراق والأردن، يعني العراق يعطي نفط للأردن مقابل موز، والأردن يعطي موز إلى العراق، فبكون بالحالة هاي أفضل نقطة للوصول إليها اللي هي 30-30. بمعنى آخر أنه العراق يعظم منفعته وقيمة التبادل التجاري بينه وبين الأردن من خلال أنه يأخذ 30 وحدة موز مقابل 30 وحدة نفط، والأردن يأخذ 30 وحدة نفط مقابل 30 وحدة موز، وبالتالي الدولتان هنا تعظمان منفعتهما من التبادل التجاري. إذا عرضنا الآن منحنى إمكانيات الإنتاج وكيف نحسب ما يسمى بالopportunity cost لكل منهما. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع القصير، راجيا أن أكون قد قدمت الفائدة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تكمل على التبادل التجاري وما يسمى بالopportunity cost والميزنس بيه وما شابه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى.